بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. في هذه الحلقة سأتكلم عن دولة الكويت. طبعا دولة الكويت أتكلم عن موضوعين. موضوع في واحد إخوانجي طلع وتصور مع تقريبا حصان أو حاجة زي كده ورمز إليه بأنه هو السيسي، يعني واخد بالك. طبعا عارفين أن السيسي حارب الإخوان وحارقهم كلهم يعني، فمسبب لهم مشكلة، مسبب لهم مغص كبير جدا، مسبب لهم أرق، ويعني ناس يعني هيحبوا ازاي؟ محدش هيحبوا يعني، هم الإخوان المسلمين هيحبوا السيسي ازاي؟ مش هيحبوه عموما. لكن احنا بنتكلم على مسألة ان يعني زي واحد من دولة الكويت يطلع ويحاول ان هو يعني يعمل حاجة زي كده، وهو قد يسبب يعني مشكلة ما بين البلدين. مش عارف يعني، سبحان الله، يعني في يعني ناس يعني مش عارف هي مزاجها كده مثلا تسيء العلاقات ما بين دوله الكويت وما بين الدول الاخرى، ولا ايه الحكايه؟ فانا بوجه رساله لدوله الكويت ولامير دوله الكويت، يعني حاول انك سمو الامير انك انت تشد على الناس كده، يعني ليس هكذا تدار الاماره. يعني انا ما اعتقدش مثلا يعني مش دوله مثلا كبيره زي مصر ولا زي السعوديه ولا زي الجزائر، يعني او يعني مش دوله كبيره ولا حاجه عشان مش قادر يعني تسيطر على هؤلاء الناس دول. ولا هي حريه التعبير عندك كده، او الديمقراطيه بتاعتك يعني هي الديمقراطيه او الحريه هي الاساءه للاخرين والاساءه لرموز والاساءه لرؤساء دول؟ انا لا، يعني هو كان ممكن يعني ينتقد السيسي كيف ما يشاء، وده بقامع وده يقول له عايزه، يعني فاهم ازاي؟ يعني ينتقد السيسي زي ما هو عايز. لكن انك انت يعني تصل لهذه المرحله المنحطه، يعني اعتقد ان هذا يعني خلق جماعه الاخوان المفسدين. واعتقد كمان ما فيش اداره قويه في دوله الكويت ان هي تسيطر على هؤلاء الاشخاص وتستطيع ان هم يعني ان هي تردعهم. لكن هنقول ايه؟ طيب هنقول ايه؟ مشكله كبيره جدا يعني. وانا دايما وابدا بقول يا اخواننا مشكله الدويلات الصغيره، وانا مش بقول والله دويلات ان انا بحقر من شان احد. الذين يعيشون في هذه الدوله يعني لهم كل الاحترام، لكن انا بقول يعني اصل انت يعني دوله الكويت كلها شارع في القاهره او شارع في اسيوط، يعني مش دوله كبيره يعني عليك في الاداره. هم لو بقى بتحكم دوله كبيره مثلا زي مصر، لو بتحكم دوله كبيره زي السعوديه، بتعمل ايه يا سمو الامير؟ ما يصحش يعني، عيب والله العظيم ما يصح. وبعدين مش الحريه كده، ولا انت اتعلمت الحريه على كبر؟ ما هو مشكله. وعارف انت يعني مثلا عندنا لما بيكون في حابسين يعني حاشاك يعني البهايم في الزريبه، وتبدا بقى تفك الباب عنهم وبتاع، الحمار يطلع يرفص ويجري محبوس. فبالضبط يعني كانك انت لما اعطيتهم الحريه الكبيره دي قوي، هم مش متعودين على الحكايه دي او بيستخدموها غلط. يعني انا طبعا مش بعمم، انا بقول هؤلاء الاشخاص يعني، فدول بيستخدموها غلط فعيب. ما يصحش، ده هيسيء وممكن يسيء العلاقات، ويطلع حد من مصر يرد، ويطلع ده يرد، ونفس القصه ثاني يطلع حياه الفهد واسمها ايه ديت اللي هي من البدون، يعني اللي هي يعني مش اسمها، مش عارف والله، انا نسيت اسمها. فلما تصل الدرجه انك لا تستطيع احكام السيطره على شارع، هو عندنا شارع يعني في اسيوط ولا في القاهره، صعب جدا يعني. انا مش، ودي مشكلتي اللي انا بقول لك على دول، انت معاك مشكله مع الدول الصغيره. مش معايا مشكله مع الدول الصغيره، لان الدول الصغيره دي اصلا ازاي اتكونت؟ يعني مفيش حاجه اسمها يعني اماره او محافظه تبقى دوله وبقى يعني، فاهم ازاي؟ طب يعني مين يحميها الدوله دي؟ لا فيها جيش وعايشه تحت الحمايه. يعني انت تقنعني ان دوله زي الكويت مثلا يعني تستطيع حمايه نفسها من ايران ولا يعني؟ ما اعتقدش. فهم يعني الاستعمار جعل هذه الدول الصغيره دي عشان خاطر تدخلوا في الشان العربي من خلالها، لانها دوله اصلا لا تستطيع الاعتماد على نفسها في الدفاع عن نفسها او حمايه اراضيها. واحنا طبعا يعني متذكرين يعني الايام السوداء اللي كانت ايام غزو صدام حسين للكويت، الله لا يعيدها يعني، وربنا يحفظ الشعب الكويتي ويحفظ دوله الكويت من كل شر ويحفظ شعبها الشقيق اخوه لنا. لكن شفتوا اول ما تعرضت لغزو صدام حسين للكويت، شفتوا ايه اللي حصل؟ يعني رئيس الدوله والامير اول طياره، والتاني بعديه والوزراء والحكومه والجيش والشرطه، كله مش كله خد مسك ديل الجلابيه في اسنانه ويا جري. يعني طب دوله ازاي يعني
فين الجيش اللي بيدافع عنها؟ فين الجهاد؟ فين المقاومه؟ فين الموت في سبيل الله؟ الانسان يموت في سبيل الله؟ انا اعتقد يعني، طب انتوا يعني، طب دوله ازاي؟ مش فاهم يعني، انا مش فاهم بصراحه يعني. وتركتوا الاطفال والنساء وتشتتوا في كل بلد يعني، او ده واقع حدث. فيعني طب يعني انت عايز ايه بالظبط يعني؟ انت عايز لما يطلع واحد يمشي ليه يعني؟ يا ريت مش اساءة يعني. انا مش ضد ان هو ينتقد السيسي، مش ضد تنتقد الرئيس، مش ضد تنتقد الدولة المصرية خالص. من حرية انك تنتقد، انتقدها وتكلم في موضوع معين، تكلم في محتوى معين، تكلم زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز، لكن هتصور صورة حيوان وترمز ليه كده؟ طيب انا قادر برضو اطلع كده واجيب الامير هخلقنا؟ ما ينفعش، احنا عندنا اخلاق وما ينفعش وعمر ما اعملها. نخرج من هذه النقطه عشان يعني ده يقول لك ده عمل فردي وبتاع، ما فيش مشكله خالص، عمل فردي، لكن انا بقول ممكن يعني ما تقول اليه المآلات ما يبقاش كويس. نخش على الموضوع المهم، وهو موضوع ان امام مسجد شيعي، مسجد الحسين في الكويت، دخل يلم تبرعات فقاموا بطرده من المسجد. الامام ده دخل يعني وطبعا بيلم تبرعات ويجمع مال، ففي موظفين تبع وزاره تقريبا الاوقاف او كذا، المهم يعني، فبيقولوا له هويتك وانت بتجمع الاموال دي ليه؟ طبعا حاطط صناديق وكده وبتاع. فالمهم قال له انا ماشي اموال مش تاخد هويته وبتاع. المهم خدوا منه التليفون وطردوه بره المسجد، واخد بالك ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده، طردوه خالص بره المسجد. المهم الحكايه ما خلصتش لغايه هنا، طلعت وزارة الداخلية تتكلم وتقول ان يعني ده دخل ان هو يعني مخول من قبل الاوقاف عندهم يعني او كده، او مش مخول وكده، وده يعني لا، نحن لا نقبل الاعتداء على اي شيخ ايا كان من اي طائفة. المهم طلعوا بقى نواب مجلس الامة الكويت، مش عارف يعني الامة كبيرة قوي يعني كده، امة كان شارع سموه امة يعني، فاهم؟ ممكن نقول مجلس نواب يعني الدولة، مجلس نواب الكويت، لكن مجلس نواب الأمة، مجلس الأمة، مجلس الأمة، الأمة يعني معلش، ما هي حتى لو شارع يعني وكده نسميه الأمة، ما هي مشكلة كبيرة، يلا ما علينا. المهم طلع نص المجلس يؤيد الراجل ده ويرفض وليه احنا لا نتعدى على الشيوخ، والشيوخ مش خط أحمر والكلام اللي انتم عارفينه. طلع بعض ناس تانية من في مجلس الأمة الكويتي قالوا لا، هو المفترض يرضخ للوزارة وإن ما يلمش من غير إذن قانوني، والكلام ده كله ما يجمعش أموال من غير إذن قانوني. المهم الحكاية برضو ما خلصتش عند كده، بدأ بقى الموضوع ينتشر، وطبعا المقطع اللي هو طردوه من المسجد وبتاع انتشر، فبدأ في ناس بقى من الشيعة هناك بدأوا إن هم يؤازروه ويقفوا بجانبه. فعملوا إيه؟ المهم عملوا راح هناك وسلموا عليه وخدوا الراجل اللي هو الشيخ ده، ودخل الشيخ وحطوا الصناديق يعني دعما ليه يعني، طبعا صندوق اسمه خمس السيد القائد، وصندوق خمس السيد السيستاني، وصندوق اسمه زكاة الفطر، وصندوق فطرة سيد هاشمي، وفطرة عامي او عامي او عامة لا ادري يعني، عيدية حراس المسجد صندوق ليها، وصندوق اسمه صندوق الزكوات او الصدقات يعني. المهم المشكلة كبيرة يعني، فيعني حصل ان الشيعة واحد راح شيخ كبير كده من الشيعة ودعمه ودخل المسجد وخده بالاحضان والناس ملمومة ودخل المسجد، طبعا ده قوة فرد عضلات يعني. المهم وزارة الداخلية طلعت ببيان تقول ايه؟ تقول لك والله ان ده اصلا يعني راح المخفر، وازاي يلم تبرعات او يجمع اموال من غير اذن، واصلا ما لم يتضح ان هو بيجمع تبرعات والكلام ده كله يعني. المهم ايه؟ طيب طلع هو الشيخ ده اللي هو المعمم طلع يكذب وزارة الداخلية، والبيان يقول راح الى المخفر. ثاني شيء، انا مو جامع اموال، انا امام مسجد. ثالث شيء، انا ما اعقت عمل السلطات، هذا اول شيء. ثاني شيء بالنسبة لبيان الداخلية، يبدو ان الداخلية ما شافت أن في أحد دخل إلى المسجد، ويبدو أن الداخلية ما شافت أن هناك من صادر التليفون من إيدي.
طيب وقفنا عند كده؟ لا. هل تعلمون من هو هذا الشيخ؟ الشيخ ده اصلا كان طلع يمجد في حزب الله ويدعو للانضمام لحزب الله، وان حزب الله هو الامه وهو اللي يعني بيدافع عن المسلمين، والانضمام اليه يعني شيء شرف كبير وجهاد في سبيل كده، يعني من هذا النوع من الكلمات يعني. المهم كان يدعو لايه؟ يدعو للانضمام لحزب الله. الانضمام، الانضواء تحت راية حزب الله هي الراية المؤيدة بروح الله والراضية مهما بلغت التضحيات. ثم بعد ذلك يمجد أيضا في الحشد الشعبي، يمجد في ميليشيا الحشد الشعبي. احنا عندنا في مجتمعنا خلاف عند البعض على مسألة الحشد الشعبي في العراق. الحشد الشعبي مقاوم حرر العراق من التيارات التكفيرية. البعض ما يعجب ذلك لأسباب، وأن هذا الحشد الشعبي جزء مرعب حتى للصهاينة، لذلك أحيانا تعتدي عليهم الطائرات الصهيونية والأمريكية. واللي أنا عايز أقوله بقى في آخر الحلقة دي، أن دولة الكويت مخترقة من الإخوان ومخترقة من الشيعة، وهذا والله إننا ناصحون، والله إننا لكم من الناصحين. هذه الدولة مخترقة اختراق كبير جدا، وهذا نذير شؤم، وهذا يعني مقدمات ضياع الكويت. يعني انتوا عايزينها إمارة تبع إيران ولا إمارة تبع تركيا؟ مش عارف يعني. هي إمارة، هي محافظة، ما عندناش مشكلة، لكن ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. ده نذير شؤم، ده مش كويس. الإخوان يعادوا العرب، والشيعة ولاءهم لإيران، ويمجدوا في حزب الله، ويمجدوا في الحشد الشعبي، ويمجدوا في المجلس، وتقول لي ولسانكم طول كده، لسانكم صليط، وتدعوا يعني. أنا مش عارف بصراحة، أنا مش عارف مشكلتكم فين يعني بصراحة. والله يعني أنا لمصلحتكم لو أنكم تطلبون يعني اتحاد فدرالي مع المملكة العربية السعودية يكون أفضل بكتير جدا. على الأقل تلاقوا بلد عربي يحميكم، وتكون يعني الحماية محدش يقدر يقرب منكم. لكن بهذا الوضع، ويطلعوا ناس منكم يسيئوا للسعوديين، ويطلع منكم ناس يسيئوا لمصر، ويطلعوا ناس منكم يسيئوا للدول العربية. يعني على الأقل خالص الناس دي يعني المفترض يعني تلجموها بالقانون، يعني حطوا قوانين للحريات بتاعتكم. أصل الحرية المطلقة اللي انت عاملها دي يعني، ما هي دي حرية أصلا اسمها همجية. ده اسمه يعني أقولي مش والله ما أنا عارف يعني أقولي يعني مش أنا بس بتحفظ يعني في الكلام شوية عشان ما حدش يزعل مني، لكن دي اسمها همجية. حتى أنتوا بعد شوية يعني موضوع المثليين والتشبه بالنساء، وطلع محامي عندكم في البرلمان وراح أسقط المادة الدستورية والكلام ده كله، طب أنتوا عايزين إيه يعني؟ ومشكلة البدون عندكم مفترض انكم تحلوها، 250 ألف من البدون. أو يعني اللي يقول لك بقى ده ان دول مش من كويت، دول عراقيين، ولا دول مش عارف منين. يا سيدي احنا نعرف الجزيرة العربية كلها قبائل اصلا وابناء عمومة، ايا كان قبائل من العراق او قبائل من الكويت، كلكم قبائل يعني. فشوفوا المشكلة دي يعني، حاولوا يعني. طب ليه يعني؟ ويعني كأنكم يعني يقول لك ايه، خايفين على النسيج المجتمعي في الكويت. يا عم نسيج مجتمعي ايه بس، انت محسس انك انت بلد كبير يعني؟ انتوا كلكم زي ما بقول لك كده شارع يعني، او نص شارع عندنا. نسيج ايه اللي انت خايف عليه؟ انت خايف على التغيير الديموغرافي يعني في هذه القاره اللي اسمها الكويت؟ يا راجل حتى اسمها الكويت تصغير لكلمه الكويت يا اخي. انا مش عارف يعني بصراحه، يعني مشكله. تغيير ديموغرافي ايه؟ فاعتقد اهم شيء انكم تكون علاقاتكم جيده بالدول. اصل العلاقات دي لا يعني لا تقتصر على القياده السياسيه في البلد بس، لا. بيطلع ناس في مجلس الامه الكبيره، في مجلس الامه يسيئوا لحياه الفهد وغيرها وهاشم، دول مش عارف مين الهاشم. والله يعني انا اصلا يعني الناس اصلا مش في دماغي عشان اتذكر يعني اسمائهم، فمش فاهم. فيعني اعتقد يعني اقول ايه، والله وانا اقول كلمه اخيره، الامير او القائد الذي لا يستطيع حمايه بلده لا يستحق ان يحكم مصر. حمايه بلده يعني
فضلا عن انه يعني انا اكلمك في حاجات تانية يعني، فمع يعني بصراحة انفلات وهمجية وكل حاجة، كل حاجة مش عارف يعني. يعني احنا بنحبكم يعني وانتوا اشقاء، لكن المجوس والاخوان يعني الخوارج متوغلون كالصراصير في البلاعات، متوغلون عندهم، وهم دول والله العظيم اللي ممكن يتسببوا في ضياع الكويت. انا بقول لكم جزء ولاء للملالي وجزء ولاء لجماعة الإخوان. وعلى فكرة جماعة الإخوان والروافض يعني وجهان لعملة واحدة، كلهم يعني في النهاية كلهم يذهبون لقناة واحدة، وهي قناة الخوارج، قناة الملالي، قناة أعداء الأمة. فأرجو أن القيادة في الكويت يعني تضع هذا في الحسبان وتحاول إن شاء الله يعني تلم الدنيا، يعني عشان كده غلط، يعني كده مش كويس عشانكم. وفي الأخير لا نستطيع إلا أن ندعو بالسلامة والأمن والاستقرار لدولة الكويت الشقيق، وربنا يعين ولاة أمرها على هؤلاء المرتزقة أو هؤلاء الذين ليس ولاؤهم للكويت أو يريدون الكويت لغير الكويتيين للأسف الشديد. ربنا يعين ولاة الأمور على ذلك، وتحياتنا لشعب الكويت المحترمين منهم طبعا، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.